الله، إن ابتلانا الله بالوباء فلكي نرجع إليه ونطلب منه الرحمة والغفران، فلقد قست قلوب البشر وكثر ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإن مر هذا الوباء ولم تتغير أفكارنا ونظرتنا للحياة، فنحن هو الوباء الذي يسكن الأرض وهذا الزمن. وإن مرت هذه الأيام ولا زلنا نحمل الكره لبعضنا، فنحن المرض الذي يجري في عروق هذه الأمة. فهذا الوباء جاء ليظهرنا على حقيقتنا، على ضعفنا. نعم، جاء ليظهرنا على ضعفنا. فالإنسان الذي يقتل ويفجر ويملك الأساطيل يقف عاجزا أمام شيء لا يرى. إنها عظمة الله، إنها عظمة الله، ما أعظمه. إن مرت هذه الغيوم ولا زال العربي يقتل أخاه العربي، ولا زالت تشرد أطفالك أيها الوطن العربي، فقليل علينا ما نحن فيه، وقليل علينا كل وباء وكل ابتلاء. فلنراجع أنفسنا وأخطاءنا، فمهما طغون في هذه الدنيا فمصيرنا الفناء. وإن كثرت أموالنا فلن تشفع لنا يوم الخطب العظيم. فرحماك ربي، فاغفر لنا كل الخطايا وأزح عنا كل البلايا، فنحن لك يا رب عبيد. اللهم اهد أمتك إلى الطريق السوي. اللهم يا خالق الخلق، اللهم أزح هذه الغمة عن هذه الأمة. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا، واجعلنا لك ذاكرين. يا الله، اللهم أزح هذا الوباء، اللهم أزح كل بلاء. اللهم اهدي عبيدك إلى الطريق المستقيم. نعم، إن هذا هو ابتلاء من عندك. نعم، لنرجع ونطلب منك الرحمة والغفران. إلهي، لقد كثر ظلم الإنسان. إلهي، ارحمنا يا رباه. نعم، هذا الوباء جاء ليقول لنا إننا ضعفاء أمام قوتك وجبروتك يا رب. نعم، هذا الشيء الذي لا يرى أظهر عجزنا أمامك ربي، أظهرنا على حقيقتنا. إننا لن نستطيع أن نفعل أي شيء أمام قوتك وجبروتك. ارحمنا رب، ارحمنا يا إله، إلهي ارحمنا رب.